شادد الفيشه، نشيل الفيشه، شادد الفيشه، نفسي اعرف اشيل الفيشه يا رؤى. وتاكل شويه الكحك بتاعك اللي بالملبن اللي بيتخن ده، ومعاهم شويه شاي اللي بيتخن بقى. مش هنتخن، هم 2 كيلو بس ملبن وكيلو بسكوت وخلاص، دي حاجات ما تتخنش، حاجات للدايت. ايه حاجات الدايت، انت عارف والله ما وسكر بلاقي، بس وسكر هقولك على وسكر حاجه. وسكر عادي يتحط اللي هو سكر دايت، اللي هو ايه المشكله؟ وماله. عشان ما تخنش. لما بشوف مثلا على الفيسبوك البوست اللي بتبقى مكتوبه مثلا عن كل حاجه فيها كام سعر وبتاع، فانا ببقى بجد واكله طبق كحك. يعني اصل احنا ما بناكلش واحده واثنين، احنا بناكل نعمل احنا كوبايه عندنا الشاي بالوزن، احنا بالوزن. لا ونسقي بسكوته وبعدين ناكل كحكايه ايوه وبق شاي، ونسقي بسكوته وبعدين كحكايه وبق شاي وهكذا، بنفضل بقى ايه نفس الدايره دي كده. فلاقي مثلا انه في ناس بيعملوا لهم نظام غذائي عشان عايزين يخسوا، يعني يعملوا لهم دايت 1200 سعر حراري ياخدوه طول اليوم. وانا عارفه انه الكحكه الواحده فيها 400 سعر، فانا بقول يعني الثلاث كحكات بمقام نظام يوم غذائي يوم ليوم كامل. يوم كامل الضرب. خلاص بقى، بايظه بايظه، يلا كل. ليه الحاجات الحلوه بجد بصي بتتخن؟ انا، انت عارفه نظريتي، انا مش مع لا كده قوي ولا كده قوي، بس انا زي ما انت قلتي من شويه، احنا نعيش كم مره في حياتنا؟ صح، لو ما نعيشها أكل... لو توخالي ما اكلتش الاكله دي دلوقتي هاكلها امتى؟ فاهمه؟ لو ما في شربت الجنه ان شاء الله. يا رب، لا واحسن منها يا رب، يجعلنا ان شاء الله ايوه، كده كلنا يا رب، قولوا امين يا رب، وهنبقى كلنا من اهل رفيعين الفردوس كده باذن الله يعني، يا رب. ومش هنتخن وكده. ما هو دي ليها مواصفات تانية يا نوره خالص، دي حاجات بره الدنيا، دي حاجات كده يعني يعني بدانا ناكل يا مش رؤى، انا دنيويه، كل دي ما حاجات بشوفك ده بتريح لي ضميري ان انا بس باكل. تحس ان احنا بقى ايه الشعور الحالي اللي احنا فيه دلوقتي. مثلا من وجهه نظري، لو بنتكلم ان في البعض يقول لك ايه، طبعا نخلي بالنا اكيد من الشكل العام، ونخلي بالنا من السكريات والملح والكلام ده كله، انه من والحاجات صحتنا دي مهمه اهم فعلا حاجة. ودي حقيقه. بس انا لو ما اكلتش مثلا دلوقتي كنافه بالمانجا مثلا مره كده ولا حاجه، هاكلها ورمضان امتى؟ خلص هجيبها تاني ازاي؟ لو ما اكلناش مش عارف قطايف عامله ازاي كده وجواها شويه حاجات كده وزبيب وجوز هند، انا اكلها طب امتى؟ بقول لك ايه، عارفه معلش انت حاجات خرجنا كلها، بره الموضوع لا حاجات لانك فتحت مهمه موضوع الاكل. وتعمل سعاده، خلي بالك. استنى بس، عشان انت ايه؟ بتحب الحلويات، ايه الحاجه الحلوه اللي كلتها في رمضان السنه دي ولقيتها اختراع وعجبتك قوي؟ كله بجد؟ كله 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 حلو الحمد لله. انا قلت هيقول لي حاجات من جديده والله كده. مش عارف، بس انا لا في كذا حاجه والله يعني كلهم حلوين الحمد لله. وعارفه اصل بقى ايه الميزه دلوقتي، ان انت مش لازم تجيب يعني، برضو ان الناس ممكن فعلا في حاجات تخض في اسعارها، طبعا. عشان برضو ايه احنا زي بعض كلنا في حاجات كتيره يعني، فبقينا بنجيب الحاجات اللي هي الصغيره، عارف الكاب الصغير ده، اللي هو الحاجات بتتباع كده، حاجات كده حلو صغيره على قدك. ارقامها قليله في الحنين، تبقى عملت اللي انت عايزه واتبسطت وجبت الحاجه اللي انت بتحبها، وفي نفس الوقت برضو انت ايه ما حرمتش نفسك من حاجه، فاهماني؟ اللي ربنا كرمه بيجيب اللي هي ليه ولعيلته وتمام، واللي تمام بيجيب ايه اتنين كده ولا حاجه من اللي هم الصغيرين دول، اللي هي الحاجات الايه اللي على القد، في منها من اول بقى وانت طالع ايه بارقام مختلفه، فدي ميزه، فاهمه؟ فبحس ان انت هنا اتبسطت، عملت الحاجه اللي تريحك. فهرجع تاني بقى ايه للموضوع، ان انا لو ما اكلتش الحاجه دي دلوقتي هاكلها امتى؟ فممكن اكلها وبعد كده اروح ايه امسك نفسي شويه، امسك نفسي كام ساعه؟ ده حاجه حلوه جدا، عملنا دايت اهو 8 ساعات الحمد لله، حلوين. نكسر بقى الدايت ده مهم ايوه جدا. ايوه تاني يوم مش احنا يا رعب بنبقى صايمين وبنقعد وقت طويل ما وهلكانين بناكلش وتعبانين، والله. وهو فانت دلوقتي قبل الفطار معاكم يا جماعه وهنفطر كمان فانت شويه. بقى في الوقت اللي انت اصلا صايم فيه ده جسمك بيحرق السعرات، الدهون اللي احنا المتخزنه. اكلناها فلازم بقى ندخل له حاجات. سعرات جديده، مش بيقول لك عشان الكيتو تدخله دهون كتير وتدخله حاجات كده عشان يحرق؟ ده برضو نظام تاني يا جماعه احنا عاملينه، احنا انا ونوره عاملينه. انا ونوره انت ما تصحى سكريات، دخل سكريات اكتر تحرق اكتر، تحرق اكتر وتتخن اكتر، ودي ميزه وانسولينك اكتر يعلى وتعيا اكتر. اكتر، ودي كارثه اكبر. اوكي، كفايه نصايح انا لحد وانت لو كده مسؤولين عن الصحه تبقى كارثه، عن الاكل بالذات او خلي بالك يعملوا يعني احنا، مثلا او لا ظبط انا وانت الاكل. بالاخص دلوقتي في البرنامج ده للاسف ما يعني، كنتش كده والله اول ما جينا. ما انا ما كناش كنتش كده. كده ولا انت كنت كده. الولاد ما برضو عليك، عندنا التانيين غلابة برضو. غلاب. لا خطيب، الولاد بيبو خطيب بيعمل شغل. اكيل. طب قول لي ايه الاجازه الممتعه بالنسبه لك؟ الاجازه هم احنا مع بعض اهو، احنا ايه ده؟ هنروح فين من بعض؟ لا احنا لما مع تاخد بعض. اجازه بجد بتعمل فيها ايه او انا بتحس؟ بالنسبه لي الراحه اللي هي فيها نوم دي بحسها ان هي احلى حاجه، انا بتبسط بالراحه اللي هي ممكن تنام فيها شويه. تخيلتك هتقول السفر. السفر مهم طبعا، بس ممكن حتى مع السفر لو هتسافر ممكن تنام شويه يعني، اوكي، انا يهمني جدا ان انا
ابقى صاحي فايق، ابقى نايم كده احس ان انت ايه اخدت راحتك الكامله كده من النوم، دي حاجه كويسه. أوكي. لان انا مش اصلا مش من الطبيعي باخد الكفايه الكامله من النوم، او اللي هو النوم العميق اللي هو الجميل ده مش بيجيلي كتير. لا ولا احنا ولا انا. وفي رمضان دلوقتي برضو الامور ايه متلخبطه شويه طبعا، وبالاخص يعني اليومين دول ايام حلوه قوي يعني، لسه برضو احنا عايشين جواهم اهو العشر الاواخر يعني، فاكيد كلها ايام جميله ومباركه يعني، وربنا يا رب يتقبل مننا ان شاء طب الله. ايه اللي لو عملته في الاجازه تحس ان هي كده ضاعت عليك؟ لو عملته في الاجازه، هي الاجازه بتضيع، هي اول ما تقولي اسم اجازه بتلاقي خلصت هي لوحدها كده ايوه. زي ايه يعني يا روح؟ يعني، ما اعرفش بحس دايما ان يعني هاديك انك مثال، ممكن انا لو مثلا سافرتي او هقول رحتي لك مكان الايام بتخلص بسرعه. ماشي، دي حاجه حلوه انت اتبسطت فيها، بس انا اقول لك بمعنى ايه. انا مثلا لو عملت مشاوير في الاجازه، مشاوير مثلا اللي هو العربيه عايزه صيانه، او هنزل السوبر ماركت اجيب حاجات للبيت، او عارف اللي هو المشاوير عارف عارف اللي هي ولا منها فسحه ولا منها ان عارف انت بتتبسط، منها بس انت بتروح بتعسف في حياتك. تقع. عارفها عارفها. والله واسمك ان انت في اجازه بس بتخلص اللي وراك عشان والله ما تعملوش بقى ايام تاني. دي مثلا تفكرتيني بحس والله. انه الاجازه راحت عليا خلاص. بس انت فكرتيني، بجد اصل عندك العربية عندي صيانه بايظة. لا بايظة اصلا؟ فيها سنس وضرب. معلش يا مش روق. ناقصين بقى في حياتنا. معلش يا روق. حياتنا فيها فيها شوية حاجات كده غريبة شوية. بصي هرجع اقول لك ان دايما التغيير في اي شيء ده بيخليك فعلا زي ما الدراسة قالت كده، ان انت بتفصل وكمان بتستعيد قوتك وطاقتك مرة تانية. ده حقيقي فعلا. بس اللي هو اللي انا شايفه ان هو جديد عليا، او اللي هو اخدته النهارده كمعلومه جديده بالنسبه للدراسه، اللي هم قالوا عليها ان هي بتقلل بنسبه من نسب المخاطر يعني لا قدر الله من مرض السرطان انت بنسبه عارف، هي 20%، الفكرة مش، وان هم اختصوا الرجال. هقول لك على حاجة، هي الفكرة فمش مش في عارف ليه الاجازة في حد ذاتها، في ولكن هو دايما الراحه النفسيه التوتر، القلق، الضغوط، الحاجات دي كلها بتضعف سوري يا جماعة، بتضعف المناعة، وبالتالي لما مناعتك بتضعف بتكون عرضة اكتر بتأثر. للامراض. فهي فكرة الاجازة ان هي بتقلل من الستريس اللي بيكون عند الانسان، تخليه موده احسن، رايق، قادر يفكر، بيتخلص من بس اشمعنى السموم سواء اللي في المرض ده؟ دماغه او كده. يعني عارفه الفكره ان احنا لو بنتكلم على امراض مثلا تانية فعلا وهي كلها رايحه لمنطقه المناعه، ده حقيقي فعلا. لو انت مناعتك كويسه او انت يعني جسمك كويس الحمد لله داخليا كده، ما عندكش بعض المشاكل وبعض الامراض، ده اكيد بيقوي شويه منك ان انت ممكن بتقاوم بعض الحاجات اللي ممكن تيجي لك، ده حقيقي. بس هم لما اتجهوا للمنطقه دي اتجهوا ليها عشان خاطر فعلا لقوا ان هي جايبه نتيجه وبنسبه مش قليله، يعني بنتكلم 20% من رقم خزعبلي، رقم كبير جدا يعني. كم الف على الرجاله يا نوره؟ حوالي 12000. 12000 فرقم برضو مش قليل، خلي بالكم. يلا ربنا يبعد عننا الامراض يا ابني. فمعنى كده ان احنا نركز في الحاجات اللي هي طبعا ممكن تحمي او تقلل شويه من نسبه المخاطر اكيد والعرضه ليها يعني لا قدر الله بالاصابه. ربنا يبعد عننا امين يا رب، الامراض، ويكتر من اجازاتنا، والافراح ويكتر من اعيادنا، يا ويكتر من رب اكلنا كده، يا رب ان شاء ونبقى الله. عايشين مبسوطين طول الوقت. فقرتنا دي خلصت.